اهالينا بضحوا مشان اولادهم بقول لك انا عاوز اترك شيء هو فعلا بضحي بحياته لكن عشان يترك ثروه للاولاد. شو رايك بهذا النوع من الناس؟ اقول حاجه، اول حاجه قلناها اللي تصحح المسار ان بمدرك لانا مين والهويه بتاعتي ايه. ما دام بنسمع استاذ فلان عايش لاولاده، ما انا هقول لك لو انا ادركت ان انا موجود ليه، انا انسان الله، انا انسان الملكوت، بالتالي هربي ولادي رقم واحد للملكوت. فبدل ما ابقى مشغول قوي رقم واحد بتكوين ثروه ليهم، ده مش غلط، ده مش غلط، لكن رقم واحد اعرفهم طريق الرب، رقم واحد اربيهم في مخافه الرب. فاذا وضع الاولويات، فالوضع بتاع الاولويات يختلف. لما انا ادرب نفسي ان اهم ثروه يا واد اقول لنفسي ان انا اترك لهم ميراث صلاه، ايمان، سيره عطره، ده يساوي كام؟ ده انا شفت ناس يا اسيس نزار صدقني تركت لعيالها فلوس قد كده، الفلوس افسدت عيالها والعيال انحرفت للادمان. وشفت والدين تركوا لاولادهم كنز من الصلاه والايمان، طلعوا ناجحين وشاطرين ومكافحين وصنعوا نفسهم بنفسهم. انا كل ده بقوله مش بقول انك ما تكونش ثروه لاولادك، مش غلط، لكن اهم حاجه انك الاول تاخدوا لسكه ربنا وتعرفوا طريق ربنا وتقرا الكتاب المقدس معاه وتصلي معاه وتسيب له ثروه، مش ثروه بس، يعني اهم حاجه الحاجات الاساسيه، ده اللي هيفضل معاه، ده اللي هيفضل معاه. وكذلك بقول بيبقى شاغلنا قوي قوي البيت والديكور والاجهزه واجيب احدث الاجهزه والبيت خربان.